ننتقل لخبرنا التالي. في عصر المواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الكوميديا وسيلة فعالة لنشر البهجة والإيجابية بين الناس، وصناع المحتوى الكوميدي يسعون جاهدين لرسم الابتسامة على وجوهنا وإدخال السعادة على قلوبنا من خلال مقاطع قصيرة ومشاهد حياتية تطفي الكثير من المرح. I would be the best version of myself. You know, I'll be competing myself. I won't compete anyone. So I hate judgment and it's my life, it's my role. You know what I mean? Honestly, أول شيء أبي تيك توكي يتوفق. ثاني شيء ما أبي أتزوج. أبي أشتري قهوة طول الحياة. Oh my God, that will make my heart really melted. You know what I mean? أبي كلبي يعتمد على نفسه لأنه يسوي بيبي في كل مكان. It's embarrassing. Oh my goodness. ما يهمني الفلوس. يهمني الشهرة صراحة. And I believe in energy. Everyone is unique. أبقى أطور من نفسي وبنفس الوقت إن شاء الله أبقى أتزوج، بس يعني بنفس الوقت خايف من موضوع الزواج لأن أبقى يكون عندي مساحتي الخاصة، يعني عرفت كيف؟ عندي ترومز، عندي مشاكل نفسية إن شاء الله بتخطاها يعني قريب بإذن الله، don't worry. بس صراحة يعني أحب يعني أخذ كل شيء بروية، بس نفس الوقت أخاف من الزمن، أحس إن الزمن ضدي. شنو يا عمك يعني خوفتني؟ والله خوفتني، بتكنتك ليه؟ يعني عندك شنو؟ والله الناس جنة عديل، والله ما ممكن. ما تشوفني عم بتدرج دوبني وتفرج. لا تلطشني، تركني لحالي أحلالي. خي شو بيك عم تضوي عم تطفي؟ يعني شو بطير؟ وحياة العدرة ما عاش فيه يتحمل. شو هيدا امبوسيبل شوارع أو بالضبط؟ ما عاش فيه ركز يا زم. عمي تضوي وقززتني يا زم. إيش أفتح لك الدبة تقعد معاي؟ مش فاهم أنا. قززت أنا وعمي تضوي يا زم. تفضل ملزق فيني. أول يا أخوي وش بغيتين نطير؟ صافي أخوي، دابة حيد لك أخوي صافي. ما تبخاش تطلخ علي الفار. مصبح بن هاشم صانع محتوى كوميدي، صبحك الله بالخير. يعطيك الصحة والعافية. في البداية مصبح، نحن حابين نعرف شو اللي ألهمك حتى تبتدي صناعة محتوى وتختص في الكوميديا على وجه التحديد؟ أعتقد من الوارد دمه خفيف، صح إنه ينكت 20 نكتة في اليوم وهي نفس النكتة ونضحك عليها. بس أبوي يحب الحياة، فسبحان الله عاد كنا نضحكهم في البيت وفي المدرسة، فجلبناها إلى فيديوهات عفوية يومية. طبعاً تحياتنا للوالد، نتمنى له طول العمر والصحة. حابة أعرف منك يا مصبح، كيف تصف أسلوبك في الكوميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشو اللي يميزك عن غيرك من اللي أوردي يقدمون هذا المحتوى الفكاهي؟ أعتقد الشغف. الواحد إذا حب الشيء اللي يسويه وفي صدى، مش إن أنت تحب الشيء والناس ما تحبه، لا، يعني أنت تسوي شيء عفوي أول شيء والناس تحبه، بيكون عندك شغف. نعم. وشيء يحاكي المجتمع، شيء يمس الجمهور. فيعني من هذه أو من هذا الجانب أنت تستلهم أفكار فيديوهاتك؟ أستلهم أفكار فيديوهاتي، أحب أطالع الناس، ألاحظ تصرفاتهم، أشوف الفعل ورد الفعل. عندي في النوت فوق 1500 ملاحظة. يعني أنا أنتقي السكريبت قبل أي فيديو أسويه، عفوي، لا بد أن يكون عفوي، بس ما أمشي بالكلمات، ما أمشي بالسينز. بس أنتقي الكوميديا، لأن الكوميديا يعني بينه وبين السخافة شعرة. أنا هذا اللي بغيت أسألك فيه، يعني هناك يمكن صدى أو ردة فعل أن مو بكل كوميدي يقدم محتوى كوميديا هادفة، فشو الفرق ما بين الكوميديا الهادفة وغيرها من أنواع الكوميديا، وكيف تتوخى الوقوع في هذا الجانب؟ يعني مش سهل. نفس ما قلت، يعني إذا كان في شيء يمس المجتمع، شيء عفوي، يحاكي يعني شيء واقعي صاير، يعني وين أقلبه بقالب كوميدي، عرفتي؟ بشيء يعني أفول. تستلهم الأفكار من المشاهد الحياتية اللي تشوفها قدامك، ولا من المشاهد أو الواقع اللي أنت تعيشه؟ من الواقع، من المجتمع، من الـ اللي صاير حالياً، الترند، الناس، يعني أشوف أنا الجيل الحالي وين صاير. شيء يسوي، احنا اول كنا نتعب الفيديوهات، نسويها فيديوهات طويله وسكريبتد، الحين لا، الفيديوهات عباره عن سيلفي بي او في بوينت اوف فيو، ونكتب كم كلمه عشان بس نجذب الجمهور وخلاص، شيء بسيط. فلازم واحد يعرف ان الناس شو تحب. شو حبت فيك الناس يا مصبح؟
أعتقد العفوية يعني اللي في داخلي تبغي أقول لك أنا؟ عساني. تبغي أقول لك أنا؟ اللهجات. خبرنا ليش اخترت قالب اللهجات حتى يمكن تتميز فيه في صفحتك، وشو أنواع اللهجات أو عدد اللهجات اللي أنت تجيدها وتتكلم فيها؟ اللهجات والله أنا مجتهد طبعاً، يعني أتعلم، عندي ربع وايد من شتى الجنسيات، بس يعني عندي تقريباً 5-6 لهجات هنا، وأحاول إني ما أجرح أي جنسية. أنا يعني أتكلم بلهجتها ضروري جداً، صحيح، موضوع حساس، وأحاول إني أنا أتقرب منهم، عرفتي، بطريقتي وبأسلوبي. والنعم فيك يا مصبح. زين أنا عندي لك تحدي، أبغيك تقول لي بعدة لهجات من يوم ما أصبحت اليوم إلى أن وصلت إلى تلفزيون دبي واستديو دبي هذا الصباح، والتقيت بالزملاء رزيلا ومهران، لكن شو بكذا لهجة؟ أوكي. والله كلمتني ملاك، قالت لي تعالى دايرين نعمل معك مغابلة في دبي. قلت لي أنا طوالي بجيك طوالي، ما عندي مشكلة. وملاك يعني ما بقدر زعلها، عرفتي، لأنه يعني شكلين ما بحكي، خلاص بدأ ملاك أنه أجي على المقابلة، باجي شو ما باجي. وأجينا بالسيارة، والله كثير كنا مبسوطين ومتيفين، والله، والسيارات وزحمة، وهذا صاحبنا أبو إيش كان اسمه، والله نسيت، هذا السواق والله محترم كثير، والله. وأجينا مبسوطين وكل شيء تمام، وفقفق قلبي مع شفية، تحمل كثير رواق هيك بدبي يا عم، كيف الأبراج وهيك، كثير أنه الناس كثير هيك بتعقيد، عرفتي. وواحدة بقى حضرتك كسالي أنت فاهمة حاجة؟ لا فاهمة؟ يعطيك العافية يا مصبح. زين ردود الأفعال على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حصلت ردود الأفعال على الفيديوهات اللهجات اللي أنت يعني تنزلها، وكذلك الفيديوهات الثانية اللي تتبع فيها الكوميديا المنوعة؟ الصدى طيب، اللهم لك الحمد. يعني أنا جدا جدا يعني مبسوط، الناس مبسوطة، أهم شيء. أنا يوم أشوف الناس مستانسة، والله العظيم من أنا أستانس. يعني في ناس طرش لي وهي في المستشفى وهي ياسة تعالج، الله يشفيهم، يقولون إحنا نشوف فيديوهاتك والمستانسين، ويعني رسمة أنا أرسم الابتسامة في وجوه الناس، ترى هذه يعني تعتبر بعد عبادة، يعني إحنا في ديننا الإسلامي، وأنا وايد مستانس صراحة. يعني اللهم لك الحمد، الله يجعله دوم. لكن الشيء بالشيء يذكر، أن مع المحبة الكثيرة يأتي النقد، صح، اللي نقدر نقول سلبي أو غير بناء. كيف تتعامل مع هذه التعليقات؟ هل صدق تأخذ فيها وتحاول أنك تحسن من محتواك، ولا أنه مجرد أنه يؤغنور؟ أولاً كان عندي هشاشة نفسية هالكلام من كم سنة، وكنت أسوي limitation في الكومنتس، يعني ما كنت أخلي حد يكتب الكومنتات وغيره، بس يعني المؤمن القوي خير وحبه إلى الله من المؤمن الضعيف. ورب العالمين يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يطعنون فيه بيقولون أنا ساحر وشاعر و فأنا من بكون يعني عسب أني أنا الناس ما تتكلم عني، بالعكس يعني. فكن كالنخل تعلو عن الأحقاد، ترمى بالحطب وتقذف أطيب الرطب. صح لسانك. إنزين بالنسبة لصناعة المحتوى الكوميدي، كيف تشوفها في المستقبل مصبح؟ أولاً الكوميديا ضرورية جداً، يعني أنا تعمقت في الكوميديا، يعني الحمد لله هي سكند ناتشر، عفوية، بس أنا لازم طبعاً شو إني أدرسها وأتعمق فيها. فهي أصلاً كوميديا موجودة من زمان، يعني من آلاف العصور. فبدأت الكوميديا في المسرح، انتقلت إلى التلفزيون، وحالياً في السوشيال ميديا. بس الكوميديا لازم تكون موجودة بأي شكل من الأشكال، شو ما كان الميديوم الوسيلة. بس أشوفها يعني بتزدهر إن شاء الله. يعني أنت تراها مستمرة وفي ازدهار؟ نعم، لازم، لأن يعني تخفف من ضغوطات المتلقي. صحيح. بس
وهناك كذلك أسلوب الطرح، يعني في أشياء إذا طرحت في قالب جدي تكون غير مستساغة، بينما إذا طرحت في قالب شيء مسلي وممتع تكون متقبلة جدا لدى الكثير من الناس. بالضبط، لأني يعني حتى أنا يوم أسوي الفيديوهات أخذ وان تيك، أكون مصر إني وان تيك. يقول لي المصور، يقول لي خلي سكند تيك، يمكن أنت يعني ممكن تضيف شيء. أقول لا، وان تيك يكون عفوي، ويكون أنا مؤمن أي شيء أنا أسويه عفوي يكون من القلب يوصل القلب. صحيح. أنا حابة بعد ألقي الضوء على جانب التمثيل في حياتك، وما هو قادم بالنسبة للتمثيل؟ أنا أول شيء يعني الحمد لله رب العالمين، يعني لفت انتباه شخص أنا جدا جدا أحبه ومن مؤسسي شايبية الكرتون، المؤلف المؤسس حيدر محمد، لفت انتباه وقال لي مصبح أنا باك تشتغل معي. قلت له أنا حاضر وأتشرف، إن شاء الله بنشتغل بأعمال إن شاء الله في المستقبل، وأوجه له تحية. نوجه له تحية أكيد حيدر عبر شاشة دبي هذا الصباح، ويا رب خير إن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله. خططك أو اللي ناوي تسويه في صفحتك في السوشيال ميديا بعيدا عن التمثيل؟ بواكب العصر، يعني لابد أن أنا أواكب العصر. يعني أي شيء الناس تحبه أنا بستمر فيه إن شاء الله. بعيدا عن التمثيل كيف يعني بعيدا عن التمثيل؟ يعني أنت كخطتك المستقبلية لصفحتك على السوشيال ميديا كيف ناوي تكبرها؟ أوكي. هل في مثلا أهداف جديدة، محتوى جديد حاب تدخله؟ أنا مؤمن بالتغيير، أحب أختلق كاركترات. يمكن هذا الجانب اللي بعدنا ما شفناه منك في السوشيال ميديا. اكزاكتلي. انا اول شيء احب الدراما، باي ذا واي انا عندي فيلم سويت فيه شخصيه شرطي، وكان اول شخصيه مثلها في السينما في فيلم هجوله واحد، الكلام في 2018 اعتقد. نعم. 2019. واحب الدراما، فممكن يكون دراما. رائع، نتمنى لك أكيد كل التوفيق والنجاح الدائم. نورتنا اليوم في استديو برنامج دبي هذا الصباح مصبح بن هاشم، صانع محتوى كوميدي. ننتقل طبعا للزملاء غرازيلا ومهران، يمكن هذه أبرز ما كان في جعبتنا اليوم من أخبار لترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حظينا باستضافة رائعة مع مصبح. ننتقل لكم.